إن رياضة الكيوكوشن كاراتيه هي نوع من الألعاب القتالية التي اشتهرت مؤخراً بعد أن تبنتها البحرين لتكون هي مؤسس اللعبة في منطقة الخليج العربي، كما تقام لها البطولات والدورات التي تشهد الكثير من إبداعات الشباب البحريني وحصولهم على المراكز الأولى في اللعبة. أما مؤسسها الأصلي فهو الكوري ماسوتاتسو أوياما، والذي قام بتأسيس طريقة جديدة في الكاراتيه أسماها كيوكوشن وتعني الحقيقة العليا. ويعد هيثم الدرازي واحداً من أبطال البحرين الذين نجحوا في تسجيل اسم بلادهم في المحافل الدولية من خلال فوزه بالعديد من البطولات، كما أقام مدرسة البحرين للكيوكوشن تحت إشراف الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس. طبعاً ستايل الكيوكوشن كاراتيه متواجد في جميع دول الخليج، وحين موجود عندنا في البحرين في مملكة البحرين. أتكلم أنا معاكم كلاعب بحريني وعربي وخليجي. طبعاً سوينا إنجازات كثيرة في هذه اللعبة. بديت هذه اللعبة من يوم كان عمري تقريباً 5 سنوات. حققنا فيها كثير من الإنجازات، شاركنا في جميع البطولات الداخلية والخارجية والعالمية. لعبة الكيوكوشن كاراتيه صار لها اسم حلو في دولة البحرين، صار لها توجيه كبير وتوجه كبير، وصارت من نوع الألعاب اللي هي أساسية من ناحية الرياضة. بعد المشاركات بطولات الخارجية والداخلية شاركنا وسوينا أول بطولة خليج، اللي هي كانت في بطولة الخليج الأولى واللي صارت في البحرين. طبعا أنا شاركت فيها تحت 80 كيلوغرام، وحصلت على المركز الأول فيها. وبعد ذلك فتح لنا الباب للمشاركات العالمية، وصلنا نوثق في نفسنا أن عندنا قدرات، نقدر عندنا إمكانيات، نقدر نشارك في أكثر في كل البطولات، لأن عندنا القرار وعندنا الإمكانية أن نشارك. فبعدها شاركنا في بطولات العالمية مالت الريو جيتسو اللي هي صارت في أبوظبي بعدها بسنة، وصلنا على البست 36 اللي هو أحسن 36 لاعب من حوالي 120 لاعب. في النهاية أنا أدعي الجميع أن يمارس هذه اللعبة، لأنها لعبة أخلاق، احترام، تدريب، رياضة، وأن الكيوكوشن كاراتيه ليست فقط رياضة بل هي أسلوب حياة تعتمد على الأخلاق والاحترام، تعتمد على تحمل الطاقات، تعتمد على تحمل الشخص للضغوطات النفسية، طبعا داخل العمل، خارج العمل، في المنزل، في النادي، في الشارع. طبعا والثانية هي لعبة، يعني في كثير الناس يتوقعونه وإن يحسون إذا لعب هاللعبة راح يكون في نوع من أنواع العدوانية أو إن نوع الغرور. لا طبعا هذا شيء مو صحيح، بالعكس، من يلعب هذه اللعبة يكون إنسان متواضع، راح يكون إنسان رزين، يعرف طاقته ويعرف قوته شنو راح ممكن تسوي، وفي نفس الوقت قد ما يقدر راح يبتعد عن المشاكل، لأنه هو يقدر طاقته غير عن الإنسان اللي ما يقدر طاقته وما يعرف شنو راح طاقته تسوي. وشكرا. وتعد مدرسة البحرين للكيوكوشن المدرسة الأولى من نوعها، والتي تقوم بتدريب ممارسي اللعبة هناك أو من يرغبون في تعلمها من أجل المشاركة في المحافل والبطولات. هذه هي محمية الوثبة، وهي محمية برية أعلنت رسمياً في عام 1998،
وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 5 كيلومترات مربعة، وتشرف عليها هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في إمارة أبو ظبي. وقد تكونت البحيرة التي تعتبر مرتعاً للطيور المهاجرة من فائض مياه الأمطار التي تمت معالجتها، إضافة إلى المياه المتسربة من الحقول المجاورة وبقايا بعض مياه الأمطار. وتقع البحيرة في منطقة حوض منخفض من السبخة، وتتأثر مياهها بمنسوب المياه تحت سطح الأرض وحركة المد والجزر، وهي واحة للحياة الفطرية خصوصاً للطيور المهاجرة التي تأتي للمنطقة لقضاء فصل الشتاء. كما تتميز بحيرة الوثبة بوجود 3 أنواع من البيئات المختلفة، وهي بيئة المياه العذبة، بيئة البحيرة المالحة، والبيئة الصحراوية. وكل بيئة من هذه البيئات لها ما يميزها من كائنات نباتية وحيوانية. ورصدت هيئة أبحاث البيئة عدداً من النباتات التي تنمو عشوائياً في منطقة البحيرة، كما زرعت أنواعاً أخرى من النباتات التي تنمو عشوائياً في منطقة البحيرة. وبجانب تلك النباتات التي تنمو بشكل طبيعي، يوجد نبات القصب بكثرة عند مداخل قنوات المياه العذبة. وتعمل هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها على وضع مخطط شامل لتطوير بحيرة الوثبة لتصبح محمية طبيعية لبيئات طيور المياه والأراضي الرطبة، إضافة إلى الطيور التي تتكاثر داخل الدولة. وقد سجلت الهيئة مشاهدة 200 نوع من الطيور في المنطقة حول البحيرة، وتشكل محمية الوثبة بيئة خصبة لتكاثر طيور الفلامينغو. وقد شهدت المحمية نجاح أول عملية تكاثر لطيور الفلامينغو بالجزيرة العربية خلال العقود 3 الأخيرة. المجمع الرياضي الجديد لنادي رماية الكويتي هو أحدث منشأة رياضية عالمية من نوعها، وهو ثاني أكبر مجمع ميادين رماية في العالم. أنشئ في عهد الشيخ سلمان صباح السالم لحمود الصباح رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للرماية، ويحمل اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وتمتد هذه المنشأة والمجمع المتكامل على مساحة 50,000 متر مربع، ويحتضن 19 منشأة ومبنيين من قاعات اجتماعات وميادين. وقد أراد الشيخ سلمان أن يشعر محبو الرماية في كافة الدول العربية والآسيوية بأن لديهم وجهة متكاملة يقصدونها لصقل مواهبهم، وقد تحقق ذلك من خلال التدريب على سور أو ساتر ترابي للرماية بارتفاع 7 أمتار من دون الشبك الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 4 أمتار. ويعتبر هذا الصرح الرياضي أحد أرقى الصروح الرياضية في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس أهمية رماية في الكويت والتي أصبح لها نصيب الأسد من الإنجازات الرياضية. هذه رماية التراب صراحة بديت فيها في سنة 2007. الرماية أول شيء ورثتها من والدي اللي هو الرامي عبدالله الطرقي. الرماية صراحة يعني من يوم أني صغير بديت فيها وقاعد ترمي فيها، والحمد لله فضلا دشيت النادي في سنة 2007، والحمد لله المدربين والرماة والمدربين قاموا يستمرون معي وعطوني معلومات، الحمد لله فضل الله حققت مراكز الأولى كثير في أكثر شيء في الموسم هذا. حققت من 8 بطولات 6 المركز الأول ووحدة المركز الثاني ووحدة المركز الثالث، وكانت بطولة الخليج وقعت على ميادين الشيخ صباح وحققت المركز الأول على مستوى الخليج للشباب، وصراحة تأهلت حق أولمبيات للشباب الناشئين، والله إن شاء الله الله يوفقنا. ويضم المجمع مخزناً للذخيرة وآخر للبنادق على اختلافها، كما أن المجمع مفتوح للجنسين من أجل تلقي أفضل أنواع التدريب،
فهو يضم أيضاً 6 ميادين للرماية لمسافات 25 متر و10 أمتار و50 متراً، إضافة إلى مبنى لمنافسات النهائيات مجهز بأحدث النظم الإلكترونية. بدأت رياضة الرماية الكويتية في منتصف السبعينات في مدينة الأحمدي برعاية سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، عندما كان محافظاً لمدينة الأحمدي، وانتقلت بعد ذلك إلى مدينة الكويت عندما تم افتتاح نادي الصيد والفروسية بدعم من سمو الأمير الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، عندما كان رئيساً لنادي الصيد والفروسية. وفي ذلك الوقت تم إنشاء أول ميدان لرماية السكيت، وتوسعت وتطورت في بداية الثمانينات بدعم من سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد عبد الله السالم صباح طيب الله ثراه، باستكمال منشآت وميادين الجديدة في مجمع الميادين الشهيد فهد الأحمد. يضم مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية 6 ميادين لأسلحة الخرطوش السكيت والتراب والدبل تراب، وميدان لأسلحة القوس والسهم، ويضم أيضا ميدان 10 متر لضغط الهواء 60 حارة رمي، وميدان 25 متر، وميدان 50 متر، وميدان للفاينل هول. وطبعا في عام 2007 قيمت على هذا المجمع البطولة الآسيوية 11 للرماية بمشاركة 2000 رامي ورامية وإداري، وكانت مؤهلة لأولمبياد بكين، واستطاع أحد رماة الكويت الأبطال أن يتأهل إلى أولمبياد بكين في هذا المجال. وأيضا قام بزيارة المجمع الميادين وإقامة معسكرات نحو 12 اتحاد رماية من دول أوروبية وآسيوية وعربية شقيقة. عرفت سلطنة عمان تعدين النحاس وصهره منذ القدم نظراً لوفرة خام النحاس في جبالها، مما أدى إلى توسع صلات عمان بشعوب البلدان الأخرى، لينعكس ذلك على تطور بنية المجتمع. ورغم التطور الذي شهدته السلطنة، إلا أن واحدة من الصناعات القديمة لا زالت في مقدمة اهتمامات العماني الذي برع في تطويع النحاس ونقشه وتشكيله ليزين جيد الحسان وأيديهن بعقود وأساور مطعمة بالأحجار، كما أبدع في عمل أوان منزلية لكافة استخدامات المرأة العمانية مثل صناعة الملاعق وصناعة أواني الطعام وصناعة ذلال القهوة والأباريق والفازات والأطباق والمعلقات. ولتنفيذ أي عمل جميل توضع التصاميم الفنية له على صفائح، ويشكل العمل المراد بتقطيعه بواسطة مقص مخصص، ثم يشكل العمل بالطرق اليدوي وهو الوسيلة التقليدية والأكثر استخداماً، ثم يعيد الصانع تنعيم حواف القطع وسنفرتها، ثم تطبع الزخرفة والنقوش على السطح المراد زخرفته، ثم تحفر على السطح بأداة حادة، وتستخدم الأزامير المتعددة الأشكال والأحجام في الزخرفة بواسطة المطرقة اليدوية، كما يستخدم مختلف الوسائل والمهارات اليدوية في هذه الصناعة من حيث استخدام الطرق والنقش والتطعيم، مما يعكس المهارة والإبداع للحرف العمانية. وتعتبر صفائح النحاس الأصفر والأحمر وسبائك البرونز، وهي خليط من النحاس والقصدير، المادة الأولية لهذه المهنة. ومن أجل عمل قطعة فنية من النحاس تمر القطعة النحاسية بعدد من الخطوات التي تستغرق وقتاً يختلف من صانع إلى صانع بحسب حرفته وقدرته وصنعته. وغالباً ما تستمد هذه الصناعة قيمتها الفنية وتصاميمها وزخارفها من البيئة المحلية والتقاليد الشعبية والدينية، كما تعتمد اعتماداً تاماً على الخط والرسم الزخرفي، ولابد لمحترفيها
أن يتقنوا الخط والرسم أولاً، ثم إنها كمثيلاتها من الحرف اليدوية الدقيقة، تحتاج إلى التحلي بالصبر ودقة الملاحظة. وبعد الجهد الشاق الذي يبذله الصانع في عمل قطعه الفنية، تخرج لنا قطعاً تحمل من الجمال قدر ما حملت من الجهد والتعب. وتعمل مشروعات الأسر المنتجة على الحفاظ على هذه الصناعة وتوفير فرص عمل وتوفير منتجات تحمل الأصالة وتجد رواجاً في السوق السياحي. وتتميز الأسواق العمانية بالتنوع والتناغم، فتقدم مشغولات يدوية وقطعاً فنية تشد السائح الذي يبحث عن كل ما هو أصيل وتراثي، ليبقى دليلاً وتذكاراً له يعود بمخيلته دائماً إلى سلطنة عمان وأسواقها وعبق ماضيها. إن الزائر لدولة قطر سيجد الشمس والبحر وما تحمله من عبق، يأخذك معه عبر شوارعها وشواطئها لتطلع على تراثها ومعالمها، ويحط بك على مرافئها وموانيها لتشم رائحة الماضي والأجداد، فتتنقل في ذلك التسلسل الزمني فتجد كل ما ترغب فيه من اختيارات الاستجمام والرياضات، ما يجعل من أوقاتك في قطر أسعد الأوقات. وقد أنشئت الهيئة العامة للسياحة في عام 2000 بهدف تنظيم وتنشيط الفعاليات السياحية في البلاد وتنميتها على أسس علمية حديثة ومدروسة، أخذة بعين الاعتبار الحفاظ على ثقافة وتقاليد الدولة ومعالمها، ومن أهمها المعالم التراثية. لذلك ستجد التاريخ يجذبك إليه ويعود بك إلى زمن الأبطال وقصص الأجداد في أحد مواقع البطولة، إنها قلعة زبارة، حيث تعد قلعة الزبارة قلعة تاريخية، وهي من أهم مدن قطر الأثرية القديمة والواقعة شمال غرب قطر. هي عبارة عن كتلة تشكلت من عدد من المستوطنات القديمة، بني كل منها على التوالي الواحدة فوق الأخرى. كانت مدينة الزبارة مركزاً تجارياً مزدهراً منذ أواسط القرن 17، ويعود تاريخ إنشاء القلعة إلى عام 1938 للميلاد في عهد الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، وقد شيدها بناؤون قطريون، وروعي في تصميمها الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو مراقبة الساحل الغربي لقطر والدفاع عنه. وقد اتخذت مقراً لحرس الحدود، وفي شهر يونيو من عام 1986 تم ترميمها وتحويلها إلى متحف إقليمي خاص بمنطقة الزبارة وأثارها. والقلعة مربعة الشكل ولها أربعة أبراج ركنية، تعلو الأبراج الأربعة شرفات مسننة تشبه أوراق الشجر، ويتخلل جميع الجدران مجموعة كبيرة من البزاغل للرمي. أما من الداخل فهي تتكون من صحن مكشوف محاط بسبع غرف وسقيفتين، وتحتوي الأبراج العلوية على أربع غرف. إن الزبارة
لا تمثل دولة قطر فحسب، بل تربطها رابطة قوية بالخليج العربي، والذي لازال حتى الآن متمسكاً بتراثه، محاولاً أن يحافظ عليه ليمثل صورة مشرقة للأجيال القادمة ولكل زائر له. أرجعت التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة إلى السياسة التي اعتمدت في أساسها على تشجيع العاملين في مجال الزراعة ودعمهم. وبالرغم من قلة المياه في المملكة وصحرائها الشاسعة التي اعتبرها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة، إلا أن عزم المملكة على خوض التجربة أوصلها إلى مرحلة التصدير للخارج. ويرجع هذا الإنجاز الاقتصادي والعلمي الرائع إلى قيام وزارة الزراعة والمياه السعودية بتأسيس مركز بحوث التنمية البستانية عام 1982 من خلال الدعم الفني لمنظمة الأغذية والزراعة، وقد كان المركز بمثابة أساس التطور العلمي لأساليب الزراعة الحديثة. وقد نفذت المملكة برنامجاً ذو عدة أوجه لتوفير الإمدادات الشاسعة للماء المخصص للري والضروري لتحقيق النمو المدهش للقطاع الزراعي، وقد تم تنفيذ شبكة من السدود لاستغلال الأمطار الموسمية والحماية من الفيضانات. قد تم حفر الآبار العميقة لاستغلال المخزون المائي للاستخدامات الزراعية، كما تم إنشاء محطات التحلية لتكرير الماء من البحر لمختلف الاستخدامات. هذه المجهودات إجمالاً قد ساعدت في تحويل المساحات الشاسعة من الصحراء إلى أرض تحت الفلاحة. ويأتي القمح علامة بارزة على النهضة التنموية في المجال الزراعي، إذ استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحقق مركزاً متقدماً في مجال إنتاجه، وقد أبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج مذهلة، فأصبحت تعتمد على إنتاجها للكثير من المزروعات ومنها البرسيم الذي اعتمدت عليه في تنمية ثروتها الحيوانية، بل وقامت بتدوير مخلفاتها الزراعية في تحد واضح للطبيعة الصحراوية القاسية هناك، والتي روتها بطرق مختلفة لتصبح خضراء. من جهة أخرى، يعد النخيل محصول الفاكهة الأول في المملكة العربية السعودية، وهو يزرع في معظم مناطقها الزراعية، كما اهتمت المملكة أيضاً بزراعة أنواع مختلفة من محاصيل الخضر والفاكهة لتحقق بذلك عدة أمور، أولها تحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم إمكانية تصدير منتجاتها وصناعاتها الغذائية، إضافة إلى طمس ملامح التصحر. أما الثروة الحيوانية فقد أظهرت فائضاً كبيراً في إنتاج الدواجن والبيض، وهو ما حدث مع الروبيان المستزرع،
حيث أن تقنية استزراع الروبيان في السواحل الصحراوية أتاحت إمكانية استغلال مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية الساحلية الصالحة السبخة والطقس المستقر والملائم، فضلاً عن مياه البحر النقية، كل ذلك بطرق لا تضر بالبيئة، مما يبشر بقيام صناعة تصديرية واعدة ذات قيمة مضافة عالية. نادي الصيد والفروسية أنشأ سنة 1973، نشاط الأساسي الفروسية بأنواعها، سباق الخيل، رياضة قفز الموانع والأنشطة الأخرى. وكذلك يوجد في نادي الصيد والفروسية ميدان دولي لقفز الحواجز، سنوياً يقام فيه بطولة دولية، وبرز من هذا النادي فرسان دوليين لهم صيتهم الفروسية أمثال الفارسة الذهبية نادية المطوع، والفارسة الفضية جميلة المطوع، والفارسة البرونزية الشيخة بارع الصباح، وكذلك الفارس حمد الدبوس وسامي المضف، وكذلك طارق شعيب، ومنهم كثيرين من هذا من هالنادي نادي الصيد والفروسية. وحاليا نادي الصيد يطمح ان بروز فرسان ناشئين لهم ان شاركوا مكانتهم في البطولات الدولية وفي مجال الفروسية، هذا ما نتمناه إن شاء الله في مستقبل العاجل إن شاء الله. هذا ويضم نادي الصيد والفروسية في عضويته الفارسة الذهبية نادية المطوع مدربة منتخب الكويت، والتي برعت في حصد الميداليات في عدد من البطولات الآسيوية والدولية، فقد حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة الكويت الدولية في عام 1980، ثم حققت إنجازاً يعد الأفضل على مستوى المشاركات، وهو فوزها مع باقة من الفارسات الكويتيات بألقاب الدورة الآسيوية التاسعة التي أقيمت في الهند في عام 1982. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدأت رياضة الفروسية عمري 4 سنين. اللي شجعني على هالرياضة أمي وأبوي، وبدأت بنادي الغزال، وبعدين لما فتح نادي الفروسية شاركنا بنادي الصيد الفروسية، وساعدنا الشهيد الشيخ فهد الأحمد، والحمد لله وصلنا وحققنا نتيجة بالآسياد بسنة 82،
حصلنا على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية. طبعاً ما أنسى الشيخ ضاري ودعمه للفرسان الكويت والتشجيع منه لكل فرسان الكويت. حالياً أنا مدربة في نادي الصيد والفروسية ومدربة منتخب الكويت، وعندنا فرسان مميزين في الكويت وإن شاء الله نتمنى لهم الخير والتشجيع والدعم أكثر. صراحة بنادي الصيد الفروسية عندنا أحسن ميدان بالخليج العربي، ويعني ناخذ بطولات كل أسبوع بين شهر 10 لشهر 6. بنفس الوقت كل سنة عندنا بطولة عالمية حق دول الخليج والعرب، ويشاركون فرسان من كل دول العالم. طبعاً دينا يدعونا على السباحة، الرماية وركوب الخيل، وأنا أحب أنصح وأشجع كل الكويتيين وبالذات الصغار أن يمارسون ركوب الخيل. أختكم الفارسة نادية محمد مطوع. هذا ويضم النادي بين جنباته الكثير من المرافق التي توفر للجميع سبل الراحة والترفيه، فمن حدائق ألعاب الأطفال إلى صالات البولينج التي يقضي الكثير من الشباب أوقات فراغهم ما بين التدريبات بداخلها يتبارون ويمرحون، فهي أيضاً من الرياضات المحببة إليهم. كما يضم النادي في داخل صالة الألعاب عدد من طاولات تنس الطاولة، بالإضافة إلى ألعاب الكمبيوتر وطاولات أخرى لممارسة لعبة البلياردو على اختلافها. ويضم النادي في قسمه الثقافي مكتبة ضخمة تقدم لهواة الاطلاع باقة منوعة من الكتب في كافة العلوم والمجالات، إضافة إلى استراحات مخصصة للكبار لمشاهدة التلفاز من أجل البقاء على اتصال بالعالم وأخباره من داخل نادي الصيد والفروسية بالكويت. يا من لك الطيب والخير يا بحرين. أولت مملكة البحرين عناية فائقة بصناعة السيوف نظراً لأهمية السيف التاريخية، فصناع السيوف في البحرين الذين ذاع صيتهم في تلك المهنة اهتموا كثيراً بالجوانب الجمالية في السيوف والخناجر، ولم يصرفهم ارتباط السيوف بالقتال والحرب عن الاهتمام بالنواحي الجمالية، فضمنوها جملة إبداعاتهم حتى جاءت محكمة الصنع. وقد عبرت النقوش والكتابات التي زين الصاغة بها أسلحتهم البيضاء عن هذه الرؤى لتخرج لنا قطعاً فنية متميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أنا اسمي محمد موسى الصايغ من عائلة الصاغة، والمهنة اللي هي صناعة السيوف. وطبعا عائلتنا يعني من قديم نفس هاي الصناعة، صناعة السيوف. والسيوف طبعا في ناس تأخذها حق هدايا، وطبعا ما يأخذونها إلا ذلين اللي بيهدونها يعني. وكان الوالد أول والعام في هاي نفس الميلة ساي يشتغلون فيه. والحين طبعا طورناها، في الاول لا كان الحديد يجينا من برا اللي هو النصل، الحين نسويه هنا في البحرين، نسوي كامل النصل وكلش يعني نسوي عندنا هنا، ونودي حق دول الخليج. الحين بعض الوزارات تاخذ بعد حق هدايا، الشيوخ هم تاخذ بعد كل هذا. والسيوف طبعا عده اسامي وعده اشكال، ويختلف من واحد لواحد، يعني بعضها يكون طامس السيف، هاي الطامس يعني بيكون أكثر سعر، بعضها بيكون بس النعال والبرشق والسدرية على حسب الطلب اللي يبونه. وطبعا السيوف عدة أسماء يعني متعددة الأسماء،
لا في جوعان وفي العبري وايد يعني فوق العشرة أسامي موجودة فيه، وكل اسم يفرق من واحد للثاني. وتمر صناعة السيف بعدد من المراحل المتتالية، والتي يمر السيف في كل منها تحت يدي فنان محترف، ويعتبر السيف في البحرين رمزاً من رموزها، كما يعتبر هدية ثمينة. ولازال السيف في البحرين يستخدم في المناسبات الوطنية والاجتماعية. بقت مثل ما تقول تمينا هنا يعني في البحرين، يعني أصبحت السيوف مميزة يعني بعد التعديلات وعلى ذي، وأصبحت الحين موجود اللي موجود على الأسماء هن تداولها يعني سويها. طبعا هو الاختلاف الكلي هو اللي هو في النصل، هاي واحدة. والثاني بالنسبة حق الذهب، في ناس سووا من ذهب طمس كامل، في ناس تسوي لا فضة مثلا، وحتى الذهب في ناس ما تسوي كامل، فإذا صار كامل بيكون في وزن أكثر بيرتفع سعره. بس الأساس في الحديد هو الجوهر يعني، والرأس السيف هني بعد هم يفرق بعد. يعني الحين أنا من لحقت وبي يشتغل في السيوف ويتحكي عن جدة بعد ونفس الشيء. احنا كنا يعني كان اول الشيوخ في الزبارة، يعني انتقلوا من الزبارة لهني، ونفس الشيء يعني كانوا وياهم يسوي هاي السيوف والخناجر. يعني اقول لك يعني الخنجر العماني لو تلاحظه وايد ماخذ انحناء، يعني انحناء وايد اكثر. الخنجر البحريني يعني شبه مفتوح شوي بالنسبة حق النصل ماله، والتشكيل بعد حتى حق التشكيلات الذهب تشوف يعني النكشات اللي برا كلها باليد، اللي هي نسميه تكوسير، اللي هي وايرات ضعيفة، يعني كلها شغل يدوي يعني مو طبعة. فتشوف في لمحة فنية وذي الخنير، يعني بالإضافة حق الحديدة اللي هو النصل ماله نفس السيف الذهب تحس به. يعني مو في بعض السيوف بعض الدول شو تسوي طبعا طقها اللون استوى، هذه لا، هاي يسوي تكاسير يعني وايرات صغار وتحيسه وليه بعدين تشكل بالشكل اللي انت تبين متداول عليه. يعني سوينا كان سيف حق صاحب السمو حق حن جلالة الملك يوم يتخرج من الكلية العسكرية في لندن، يا الشيخ عيسى الله يرحمه، وهو اللي يعني رسم الرسمة اللي يبيها، وكان في هدا حق الكلية العسكرية في بريطانيا. في طبعا في أحجار ومميز، يعني هذا مثل ما تقول يعني أكثر سيف مر علينا مميز. طبعا ذي اشتغل في الوالد خيلة السيف النصل ماله، يعني لو سويت في يعني مثلا سويت أنت خليت الماس او خليت احجار كريم، ولو هو الحديد عادي يعني ما له قيمه. يعني والله احنا كلنا نتمنى ان شاء الله نعلم عيالنا على اساس ان تبقى ذي الصناعه ما تروح من يدنا. يعني يعني انا الحين مثلا اخذتها من عند ابوي، وابوي خذها من جدي وذي، ونفس الشيء هنا. فنحاول ان نكون حافظ عليها حتى تبقى مثلا موجوده، اللي هي كرمز لنا في البحرين وفي الخليج بعد. في عناق مع جبل وادي المعادن في سلطنة عمان يقع حصن بيتر ديدا، أشهر حصون السلطنة، والذي يطل شامخاً في أعلى الوادي، ويعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، وهو يستقر على الجهة الغربية من نيابة بركة الموز. قام ببنائه الإمام سلطان بن سيف اليعربي ثاني أئمة الدولة اليعربية،
وقد كان البيت يسيطر على عنق الطريق المتجهة إلى الجبل الأخضر، وهو عبارة عن بناء مكون من طابقين، ويمر في ساحة هذا المعلم الفلج الكبير المعروف باسم فلج الخطيمن، وهو يغذي بركة الموز من خلال نفق حفر يدوياً من وسط الجبل الأخضر عبر مسافة 6 كيلومترات. ونرى هنا مجاري الفلج وهي آتية من الجبل عبر القلعة، وقد بنيت على أساس حفظ المياه من التبخر لتروي تلك الأفلاج مزارع المنطقة فيما بعد. تسمية الحصن تعود إلى القرن 17 ميلادي، بناؤه عن طريق الإمام سلطان بن سيف اليعربي الذي قام ببناء قلعة نزوة. فالهدف من بناء الحصن هو إضافة إلى قلعة نزوة القريبة من الحصن على بعد 25 كيلو. الحصن يحتوي على طابقين، الطابق الأرضي عبارة عن مخازن، والطابق العلوي عن غرف للسكن. سمي بيت رديدة لأنه يقع بالقرب من سد قديم يعود تاريخه إلى 500 سنة منذ الآن لرد مياه الأودية. هذا السد القديم وجد قبل بناء الحصن. في فلق مشهور في بركة الموز يسمى فلق الخطمين يعبر داخل الحصن، وهو فلق الآن مشهور جدا يعود تاريخ إلى 500 سنة. نفس الشيء الفلق يسمى فلق الخطمين وينبع من الجبل الأخضر، يوجد تحت الأرض مسافة 36 كيلو منعا أو خوفا من أن تكون الأعداء تستطيع قطع المياه عن داخل الحصن. حصن بيت الرديدة الهدف من بنائه كان تزامنا مع بناء قلعة مشهورة بالقرب من بركة الموز وهي قلعة نزوة على بعد 25 كيلو. فكان الإمام سلطان بن سيف اليعربي أمر ببناء الطابق الأرضي للمساعدة في بناء قلعة نزوة، وهو يحتوي على مخازن عدة تساعد في بناء قلعة نزوة في ذلك الوقت، وهو في القرن 17 الميلادي. التسمية حصن بيت رديدة لوجود الحصن بالقرب من سد قديم، وذلك الهدف من هذا السد أن يمنع مياه الأودية من الدخول إلى داخل بركة الموز، فهو كان سد حماية، فسمي الحصن حصن بيت الرديدة لوجوده بالقرب من السد القديم. على مرمى البصر وحين يمتد البحر ليعانق اليابسة، تجد مرفأ السفن القديمة يطل عليك في ألق وكبرياء، ثم تلاحظ مدى التوسع المعماري الذي تشهده مدينة الدوحة والذي تشهد عليه الأبراج الشاهقة والمباني الأنيقة والأبراج التي تتبارى في جمالها والطرق الممتدة فيها بانسياب رائع. كل ذلك يرسم لك منظراً بديع، وأول ما يلفت نظر الزائر للمدينة هو توافد الناس على الممشى للتريض والنزهة. ثم تصل في نهاية مشوارك إلى تلك التحفة المعمارية التي تسمى متحف الفن الإسلامي، الذي يتربع على واجهة كورنيش مدينة الدوحة، ويقام على جزيرة صناعية فوق مساحة تبلغ 33,000 متر مربع. في هذا المكان والذي استلهم تصميمه من شكل مكعبات السبيل أو مكان نافورة الوضوء في مسجد ابن طولون، ستجد مزجاً بين عبقرية إبداع البناء الهندسي الغربي وأصالة وروح الأفكار المعمارية الإسلامية. والمبنى مؤلف من 7 طوابق، هذا وتضم الطوابق 7 قاعات المعارض الدائمة وقاعات خاصة للعروض، بالإضافة إلى مبنى الإدارة وأماكن مخصصة لاستراحة الزوار. ويحتوي المعرض على نفائس نادرة جلبت من كل أصقاع الدنيا، حيث يملك المتحف 4500 قطعة من الأعمال الفنية، وتتنوع ما بين الكتب والمخطوطات الأثرية والتماثيل النادرة وقطع السيراميك والمعادن
والآنية الزجاجية والخزفية التي يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل الإسلام وبالتحديد إلى العهد الساساني، وترجع أحداثها إلى العهد الصفوي. وقد تم إحضار هذه الأعمال من كافة المراكز الحضرية في العالم الإسلامي من قرطبة إلى سمرقند والجزيرة العربية، وهي من أفضل المجموعات الأثيرة في أي مكان. توجد مجموعات ثمينة من القطع الأثرية التي يكشف عنها للمرة الأولى في العالم، تحكي كل منها قصة عن العالم الإسلامي، منها حلي مرصعة بالأحجار الكريمة. ويختصر متحف الفن الإسلامي في قطر نحو 1400 عام من التاريخ عبر قطعه الفنية النادرة التي جمعت الواحدة تلو الأخرى ليبقى مزاراً يعبر عن مدى أهمية التراث الإسلامي وكيفية المحافظة عليه. كان يوماً تاريخياً للمرأة الإماراتية عند الإعلان عن قيام الاتحاد النسائي العام الذي أشهر في 27 من أغسطس من عام 75، وساهم في إثراء دور المرأة بتدريبها على حرف تقليدية مثل التلي، وهي من الأشغال النسوية الهامة التي لا غنى عنها في تزيين الملابس، وتستخدم في صناعتها 6 بكرات من الخيوط أو الهدوب الملونة حسب الرغبة، وتجمع أطرافها بعقدة مشتركة تثبت بإبرة صغيرة على مخدة الكاجوجة التي يثبت عليها كذلك طرف بكرة من خوص التلي. تبدأ عملية النسيج أو السف بطريقة دقيقة تبرز مهارة صاحبتها في إنتاج شريط التلي الذي قد يزيد طوله عن 30 باعاً ليكون جاهزاً لتزيين أكمام ثوب المرأة أو أكمام ورقبة اللباس وما يعرف بالكندورة. وفي قسم صناعة الورود تتعلم النساء كيفية عمل الورود لتضيفها بلمسة جمالية إلى مجموعة من المنتجات، والتي منها المنتجات التراثية كقطع السدو التي يتم بها تزيين بعض من الصناديق الخشبية المزركشة والمحفورة يدوياً، إضافة إلى عدد من قطع الخوص كالسلال وغيرها، مما يمكن أن يشكل تذكاراً وهدية قيمة. وننتقل إلى مشغل الخوص. ونساء دولة الإمارات يتميزن بصناعة الخوص، وتسمى الصانعة السفافة. والخوص هو عبارة عن أوراق سعف النخيل، حيث تستخدم النساء في صناعته اليدان والأسنان بالدرجة الأولى، والمخايط أو المخارز التي تقوم مقام الإبرة بالدرجة الثانية، أو تجمع أوراق الخوص وتصنع باليد بطريقة تجديلة عريضة تضيق أو تتسع باختلاف الإنتاج، وتتشابك أوراق الخوص بعد أن تتحول إلى اللون الأبيض. ثم ننتقل إلى مشغل النسيج، وتتم فيه صناعة أنواع متطورة من قطع السجاد باستخدام الأنوال الأفقية. وأشغال الصوف التقليدية في الإمارات متعددة ومتنوعة، منها السجاد المختلف الأشكال والأحجام والألوان. وأكثر الأشغال الصوفية انتشاراً هي الأدوات التي يستعملها البدو للجمال. وفي ركن آخر نجد النساء في مشغل الخياطة ينكببن على العمل، حيث تقوم كل واحدة بخياطة قطعة من الملابس أو غيرها مما تحتاجه الأسرة.
تأسس الاتحاد النسائي العام سنة 75 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام على إثر انتشار الجمعيات النسائية في الدولة والتي تطلبت إلى تنسيق العمل النسائي وتوحيد جهوده في مجال تمكين المرأة الإماراتية. ويعمل الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في ذلك الحين على وضع البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات، سواء كان تأهيلها سياسيا أو اقتصاديا أو تعليميا أو صحيا. والبرامج التي ينظمها الاتحاد هي متنوعة، تشتمل على مؤتمرات وورش تدريبية، بالإضافة هناك تنظيم معارض ومشاركات خارجية لتمثيل المرأة الإماراتية. ومن أحد أهم المراكز الحيوية في الاتحاد النسائي العام مركز الصناعات اليدوية البيئية، الذي يهدف إلى إحياء التراث وخلقه ومحافظة عليه عبر الأجيال، وذلك من خلال وجود سيدات يعملن في مشاغل مختلفة، يتفضلن بمشاركة في معارض سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة بهدف التعريف بتراث الإمارات وإحيائه والحفاظ عليه عبر الزمان. وفي إطار حرص الاتحاد النسائي العام على التعريف بالتراث، يحرص الاتحاد على المشاركة في المعارض الدولية التي تبرز تراث دولة الإمارات. ونفتخر بأننا شاركنا في معرض هانوفر الذي فازت من خلاله دولة الإمارات بالمركز الأول عالميا ما بين 146 دولة. ونحن اليوم في الاتحاد نحمل على عاتقنا مسؤولية نقل هذا التراث الذي أسس له وأطلقه المغفور له بإذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس هذه الدولة، ونأمل أن نوفق في عبر نقل هذا التراث عبر الأجيال. أنت يا دار الكرم والعز كله يا السعودية. من المعالم السياحية التي تشتهر بها مدينة الرياض ويقصدها عشاق التاريخ والآثار مدينة الدرعية، التي تعتبر زيارتها من النزهات الممتعة. وهذه المدينة تقع شمال غرب مدينة الرياض على بعد من مركز المدينة، إلا أنها اتصلت بها حالياً مع امتداد العمران، رغم أنها لا تزال تتمتع باستقلال إداري ضمن إمارة منطقة الرياض. أما الدرعية القديمة فتقع على ضفاف وادي حنيفة الذي يقسمها نصفين، وقد تكونت فيها عدد من الأحياء التاريخية، ولما تتمتع به الدرعية من قيمة تاريخية كبرى، فقد صدر الأمر السامي بالموافقة على البرنامج المقترح لتطوير الدرعية التاريخية وتشكيل لجنة تنفيذية عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وعضوية مسؤولين من الجهات ذات العلاقة، وأن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج. وعلى إثر ذلك تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف إعادة إعمار الدرعية التاريخية وتحويلها إلى مركز ثقافي وسياحي على المستوى الوطني في إطار عصري، وبذلك سيتم نقل الدرعية من وضعها الحالي إلى مصاف المدن التراثية العالمية.